صار رسالة للنظام السياسي القائم الحالي بأن دم نزار بنات لن يذهب سدى. إذا اعتقدتم بأنكم اغتلتم نزار بنات، هناك الآلاف قد ظهروا نزار بنات جديد وسيكونون مباشرة في رصد فسادكم وفي متابعة كل تجاوزاتكم لهذا القانون القمعي الذي تمارسونه على مدار السنوات الماضية. هناك مطالب كثيرة، أولها هو تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بعيدا عن الحاكم والجلاد الذي يفعلونه، وهناك لجان تحقيق كثيرة لم تخرج بأي نتائج على كل القضايا التي كانت. نريد لجنة تحقيق مستقلة، نريد محاسبة ومساءلة كل الناس الذين كانوا وساهموا في اغتيال نزار بنات، ونريد إعادة الحياة الديمقراطية للشعب الفلسطيني بإصدار مراسيم لإعادة الانتخابات التشريعية والرئاسية، وهناك سيقرر الشعب من سيحكم النظام الفلسطيني القادم. هذه الوقفة استمرار للوقفات التي بدأت بعد اغتيال الناشط نزار بنات. مطلبنا هو نريد لجنة تحقيق مستقلة نزيهة محايدة وحقيقية تحاسب المسؤولين حقا عن هذه، وليس لجنة من الحكومة، لجنة تحقيق يرأسها وزير في الحكومة المتهمة بقتل نزار بنات. هذه الوقفة هي جزء من حراك يعم الوطن، الهدف منه نريد إصلاح شامل وحقيقي، نريد محاسبة مسؤولين، ونريد فعلا انتخابات وإنهاء دور هذه الحكومة التي أصبحت هي يعني ورقة توت لتستر عورات وعيوب هذا النظام المهترئ. من جلسون